معالي السفير هبتدي مع حضرتك والخارجية المصرية وردها والموقف الدولي، يعني ليه الانتقادات الواسعة دي لمصر بالشكل الكبير؟ هل ده مقصود؟ هل الرد المصري جاي في محله؟ إيه اللي كان مطلوب بالظبط؟ هو أصل مسألة الرد لها مقاسات كتير، يعني في رد يعني ناعم، في رد شوية زاجر، وفي رد نشلق لبعض بقى كمان يعني ممكن. واحنا يعني ما شاء الله عندنا تاريخ عريض، وايام صوت العرب واحمد سعيد وفاكره هذا النوع من الاعلام. لكن انا اميل الى الدبلوماسيه اللي ما تحب تقتل، ايوه، تحط سم في فنجان الشاي بس اسمه في بدنه يعني زي ما نقول يعني. طب القضيه قضيه حقوق الانسان في العالم كله مثاره. لا بس قبل كده، طب الرد المصري، رد وزير الخارجيه امبارح، يعني نوصفه بايه من التوصيفات اللي حضرتك ذكرتها؟ فوق المتوسط. فوق المتوسط، ما زودش اول عيار، لان في النهايه انا افضل، بما اني انا خارجيه، انا وظيفتي الحفاظ على العلاقات، ما حدش يكلمني او ما اقطع العلاقات. احنا ما شاء الله لنا تاريخ في الستينيات كان مباراه في قطع العلاقات، كل ما حد يقول ايه، ما فيش، سفير تركيا اطرد في دول 4 ساعات، قالوا تطلع المطار. لأن كان بيقابل الرئيس عبد الناصر في الأوبرا وقال له أنتوا يعني أنت شوية ضباط شباب طائش يطردوا جلالة الملك. فكان واقف محمود بيه فوزي قال له يا سيد سفير أنت شخص غير مرغوب فيه. شو الرد بقى؟ وعندك 4 ساعات تغادر، ما لحقش يروح بيته، طلع على المطار. في كده، وفي إن أنا عاوز أحافظ على العلاقات. حتى لما قطعنا العلاقات مع تركيا مؤخرا، البيان جميل مكتوب فيه ان احنا يعني نكن كل المودة والخير للشعب التركي الشقيق، شعب اسلامي شقيق، انما اذا كان في عندهم واحد يعني خارج نطاق الاصول ياخد حقه وهكذا. فدي كلها بالمقاسات. بس امبارح وزيرنا سمى بدنهم بالتعبير، حضرتك قلته كده. ايضا في يعني حته ايه، ان بصوا على اللي عندكم، او احنا كان ممكن ننتقد بس كان يقدر يتوسع. انا عاوز افكرك بحاجه، لما كان كريستوفر وزير خارجيه امريكا وجاء قابل عمرو موسى برضه، كان في حاجات من هذا النوع، فعمرو موسى زنقه في الحيطه بجد. فكان رد الراجل قال له ايه؟ قال له يعني انا بكلمك وامريكا ما هياش ما عندهاش افضل رصيد في حقوق الانسان، يعني ما طول النهار سود وبيض وبوليس وموجوده في كل الدنيا. فاذا التوازن مطلوب، التوازن مطلوب. ايضا ما يجيش واحد يحقق معايا، انا مش محل ان حد يحقق معايا، انا يقول لي انتوا عملتوا ايه في الشيء الفلاني وارد عليه. قضيه الشاب الايطالي مثلا اللي بيتقال عليها ما احناش عارفين الى الان، ما اعرفش الحقيقه، فازاي البرلمان الاوروبي يقدم على تصريح كهذا وهو لا يعلم حقيقه الامر؟ لكن في نقطه مضيئه على فكره الاعلام بتاعنا ما خدش باله منها، لان انا جبت الفيديو بتاع الجلسه، يمكن 10 نواب قالوا تنبهوا ان مصر شريك اساسي في الشرق الاوسط ولا يمكن نعرف نعمل حاجه في الشرق الاوسط دون مصر. واحد تاني قال خدوا بالكم ان التحقيق لم ينتهي بعده، يبقى من المبكر ان احنا نسيء لمصر. واحد تالت قال خدوا بالكم ان مصر سمحت بمحققين ايطاليين يحضروا، منتهى حسن النيه. انما يبدو لي والله اعلم ان اللعبه، أنا لسه امبارح جات لي أول امبارح واحدة دارسة عملت معانا رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد من أبدع ما يمكن، اسمها المعايير المزدوجة لتعامل الغرب مع قضية حقوق الإنسان. كله هتلاقي معايير مزدوجة. كان عندنا ضيف عزيز من بريطانيا، جنرال عظيم سابق، ودعوه وكنت أنا قاعد في الصف الأول يعني. فلقيته بيتعالى علينا شوية يعني. قلت له والله انا اذكر وانا تلميذ في قسم الاقتصاد والعلوم السياسيه في كليه التجاره الاسكندريه، الدكتور طه بدوي ورحمه الله عليه كان عملاق، فجاء في اخر السنه سالنا سؤال واحد، حلل موقف بريطانيا في ال 150 سنه الاخيره في مختلف مواقف حقوق الانسان في العالم. وحلله لي ظاهره وباطنه، سؤال. انا الحقيقه فوجئت في الامتحان لما ابتديت اعصر مخي، ايه صحيح موقف بريطانيا؟ هي مع ولا ضد؟ طلع انها مع وضد في نفس الوقت. عندما قامت ثوره في اليونان لانها كانت ملكيه، قالت لا الحق الالهي للملوك. انما لما قامت ثوره في الصين قالت حق الشعوب في تقرير مصيره. ازدواجيه. ما فيش بقى مبادئ، في مصالح. هناك مصالح.
مثال اخر كان عندنا هنا وزير الدفاع الامريكي بيل جيت، روبرت جيت. فحتى حد بيقول له ما تساله، ما يصحش دبلوماسي مصر هيسال وزير الدفاع الامريكي يقول له ايه. انما مصري خبيث ساله السؤال التالي، ايه معاييركم المزدوجه دي؟ لما يكون برنامج برنامج ذري للاغراض السلميه بتعمله ايران بيركبكم عفريت، ويا سلام لو كانت مصر تفكر ابدا. وانت تعلم ان فيه عند اللي ما تتسماش 300 راس نووي وما بتخبيش وساكت. ولو كوريا قالت كذا تفرض عليها عقوبات، ايه موقفكم بالظبط من هذا؟ فرد رد ظريف قوي، والغريب انه كررها في البحرين رغم ان الرد مضحك. قال له المشكله مش في التسلح النووي، المشكله في ان اللي يكون عنده سلاح نووي يكون دوله ديمقراطيه. حتى لا يساء استخدام السلاح النووي. يعني يبقى اللي هيضربنا بالقنبله يكون خد راي الشعب بتاعه الاول. فانا الحقيقه رغم ان كنت ناوي ما اكلموش، كلمته. قلت طب وان شاء الله لو انت اللي بتضرب بالقنبله النوويه تفرق معاك انك اتضربت بقنبله نوويه ديمقراطيه ولا قنبله نوويه شيوعيه؟ بالظبط. علما بان في التاريخ لم تطلق قنبله نوويه الا كانت ديمقراطيه.